أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا حكم القاضي ثم لم ينفذ حكمه، فهل له أن يترك القضاء إن رأى تكرار ذلك ورأى فيه المصلحة؟ لا، ما يترك القضاء، يجب عليه أنه يقضي بين الناس بالحق، وكونه ما ينفذ حكمه الإثم على من لم ينفذ، أما هو يبين الحق